السلام عليكم. معكم فتحية العالمية تايدي من جامعة طنجة مدينتي، المنسقة ديال الأكاديمي ديال طنجة مدينتي. حنايا في مسجد الخياطي في الرهرة قمنا بواحد المبادرة ديال تنظيف المساجد لواحد الحملة اللي ديجا كانت كتعملها الجمعية، وإن شاء الله رجعنا لها في هذا العام. كنتمنى إن شاء الله هذه المبادرة اللي قامت بها الجمعية ديالنا، أن جميع الجمعيات المجتمع المدني يقوم بنفس المبادرة ونشوف هذا المنوال. قالت لي الأستاذة فتحية أنني نجي نساهم في مبادرة خدام بيوت الله اللي بدات هذه 10 سنين في جمعية طنجة مدينتي. عجبتني الفكرة بزاف لأن شهر رمضان قرب وخصنا نعملوا الخير، خاصة في المساجد اللي كيكون عليهم إقبال كبير في شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف ما كتشوفوا احنا دابا متواجدين في مسجد الخياطي بالرهرة. جمعية طنجة مدينتي كانت سبق لها هذه 11 سنوات قامت مبادرة تنظيف بيوت الله وإعادة إحياء هذه المبادرة وإطلاق ديال هذه المبادرة هذه، وكان دعيو جميع عموم الشباب باش يشاركوا في هذه الحملة هذه اللي تحت أشتاق ديال حملة تنظيف بيوت الله، خصوصا في هذا الشهر رمضان هذا الكريم اللي داخل ان شاء الله. مزيان اننا نشوفوا الشباب كيعملوا هاد الاعمال التطوعيه خصوصا في بيوت الله وباش يربحوا الاجر عند الله ان شاء الله. وشكرا. اشكر شباب جمعيه طنجه مدينتي بحضورهم الى مسجدنا المبارك مسجد ابي عمرو الداني الاندلسي بحي بوبان الرهراه لمشاركتهم بهذه الاجواء الربانيه بنظافه المسجد وتهيئته لشهر رمضان إن شاء الله، وأشكرهم على مجهودتهم الجبارة والقيمة والنافعة إن شاء الله، وأتمنى لهم كامل النجاح والتوفيق والسداد في حياتهم ومساراتهم. بارك الله فيهم إن شاء الله تعالى. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.